سيداتي سادتي عشاق العقار، مرحبا بكم من جديد في قناتكم افير، ومعكم طارق كما جرت العاده. باش غادي نوصف لكم ونعاود لكم على واحد العقار اللي لقيتو لكم اللي مطروح للبيع. قبل من كل شيء كنبغي نوجه لكم كاملين التحيه، كنقول لكم شكرا شكرا جزيلا على المشاهده والوفاء، شكرا على النصائح، شكرا على اي حاجه اللي ممكن تزيد بالقدام لهذه القناه. كذلك كنقدم الشكر لجميع المدن المغربيه، الناس اللي كيشاهدونا من جميع المدن المغربيه وكذلك خارج اراضي الوطن. سيدي كنقول لكم مرحبا بكم في العقار ديالنا ديال اليوم، الا وهو من طراز ولا من نوع شقه ديال السكن المتوسط بواحد الثمن جد جد منافس، واحد لافينيسيون لي غزاله. علاش نعاود لكم ليستوار ديال هاد الشقه؟ هاد الشقه هادي هما اللي هدروها باش غادي يسكنوا فيها، ما كانتش محطوطه للبيع. اذا لا فينيسيون اللي كاينه هنايا فينيسيون بالشهوه، فينيسيون بالشهوه. كنهضر على شقه اللي فيها تقريبا واحد 84 متر من بنيه، وكتواجد بعدا كنقول لكم مرحبا بكم في مدينه مكناس. كنقول لكم مرحبا بكم كاملين، هاد الشقه ديال اليوم راه اللي في مدينه مكناس، وبالضبط في الحي ديال اناسي، الحي ديال اناسي 3، على مقربه من سوبر مارشي مرجان، وعلى مقربه من ماكدونالدز، على مقربه من الماركات العالميه. بلاصه اللي زوينه، حداك الجامع، حداك المدارس، وبزاف ديال الامور. اذا كما قلت لكم مدينه مكناس، وكنرحب بكم كاملين. وتا نتوما الا عندكم شي عقار وبغيتو تبيعو فانا راه الخدمه. اذا نجيو نشوفو الفصاله ونعرفو شنو لونتوراج. عندنا هاد البراطم هادو كبار شي شويه، عندنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا، عندنا ثلاثه ديال لي زابارتمون هما اللي تيتباعو في الطبق الثاني. بالنسبه للطبق الاول راه محتفظين به ماليه. بالنسبه للدخيله كما شفتو كلها دايرينها بالرخام، دايرين الاينوكس والدريجات اللي كيطلعو كل السطح، داكشي نقيقي. تا بالنسبه للخشب والعود اللي دار خشب برومي شوا كاليد، هانتوما هما البيبان كيبانو ليكم كيفاش داير هادشي. واخا كندخلو الفصاله ديال الشقه، هي هادي الشقه اللي جايه كلها وجهها الزنقه، ما عندها حتى شي حاجه كتشوف الداخل في لاكور. الحاجه اللي زوينه هي هاد الزريبيه هادي، وراه كيكونوا دايرين الثمن هاد الديكورات اللي كيكونوا في السنيش كتشوفوا معايا كيداير هادشي. زوينه فيها بيت الصالون باطلاله كبيره وبالشميشه مشمشه، الشقه اللي جايه مشمشه، مصبوغه كلها بالبلاتينيه، بالصباغه ديال البلاتينيه، وفيها القبس وبالطريقه البلديه بالروزا. ونزيدكم حتى الالومنيوم اللي دار في هذا العقار الومنيوم دو كاليتي، ماشي اي حاجه. هانتوما كتشوفوا معايا، شوفوا غير الزره ديالو، وراه اصحاب الميتير تيفهموا مزيان هاد الامر اللي تنقول. وممكن الانسان يتصل بيا ويجي يشوف هاد العقار هذا انكتب. اذا لقينا الدخله ديال الباب هي هادي، عندنا الصالون هو هذا، نرجعوا للباب باش نديروا الانطلاقه الباقي ديال العقار. اذا دابا غادي نشوفوا شنو مور هاد الباب، شنو كاين. اذا عندنا سيدي عندنا مطبخ، ومطبخ اللي هو جاهز، البلاكارات ديالو كلهم دايرينهم بالام دي اف ومصاوبينهم بالالومنيوم، فيه البلاصه ديال لاوط، كاينه لا بلاك عاطينها ولاوط عاطيه هنايا، وتالي فيه شوفوا كيفاش داير كاليتي، زعما راه ماشي شي حاجه اللي هي عاديه. وكاين بالكون، كاين لا برا كاين بالكون، وبالكون اللي هو كبير. خرجنا نشوفوا البالكون، المساحه ديال البالكون كيفاش جات على الطول ديال العقار، وكلها فيها الاينوكس. هذا هو المطبخ ديالنا بالبالكون ديالو اللي ممكن تحط فيه جميع الالات، الماكينه ديال الصابون، تحط فيه حتى الكونجيلاتور الا بغيتي تحطو، وتحط فيه شوفو كذلك. نكملو الزياره لهذا العقار. الشقه ديال اليوم كما قلت مساحه تقريبا ديال 82 84 مجموعه، الثمن ديالها هو 40 مليون 400 الف درهم، وممكن يكون هناك شيء ما من التفاوض والنقاش مع اصحاب العقار. عندي هنا حمام، فيه لافابو ديالو والدوش ديالو والطواليط هي هنا، نزيد عليها كاين عندي هنا طواليط بلديه اللي ممكن تغير، ممكن تولي دباره. وهنايا
تيبقى لي اخر شيء الا وهو غرفه الوالدين، غرفه اللي زوونه وكبيره متسعه بالبلاكار ديالها. هذا هو الراس ديالنا موسيا ولا تدولي، ها هو بلاكارات فيها لي زيتاجير كاملين. راه مازال عندي غرفه واحده اخرى اظن اني مازال ما صورتهاش، لي الغرفه الثانيه، حيت هذا العقار هذا فيه جوج ديال الغرف، صالون كبير، كوزينه متؤوله، وكاينين لا شقه وحده ما كاينينش بزاف، وحيده اللي كاينه. حتى اللي بغى يشوفها فما عليه على الاتصال ولا التواصل معي. وكنشكر الناس اللي كيشاهدوني من جميع المدن المغربيه وكذلك خارج المغرب، ما ننساكمش. دابا كيما قلنا المدخل ديال العقار هو هذا، باش للصاله لقينا لهيها عندنا كوزينه وشومبر وجوج ديال الطواليت والحمام. عندي صالون هنا، اجي نمشيو نشوفو. عندي هنا هاد البيتي كوان، وهنايا عندي غرفه وحده اخرى، وغرفه اللي قدها قداش، غرفه اللي كبيره. ماشي غرفه صغيره، غرفه كبيره، وجايه كلها بالوجه ديالها على الزنقه. كما قلت لكم الثمن ديال 40 مليون. شي حتى برا حتى في الزنقه كاين هنا الاينوكس، في هذه البلاصه هذه راه كاين الاينوكس، ديري الاينوكس زعما متوله مقاده، شقه ديال 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 الشهوه. حتى نتوما اعزائي المشاهدين الا كان عندكم شي عقار، فانا كنقترح عليكم الخدمات ديال اف في ال من اجل البيع العقار ديالكم. كان معكم طارق، كنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده وعلى المتابعه، والى اللقاء في عرض مقبل ان شاء الله عما قريب.